صباح الخير والعافية. منشور أفيدكم بي، منشور مو للضحك، مو هم أهو هم جاي تعبي بنات السفادو من عدة. الله شاهد ورقيب شي يشتغل، شنو هذا؟ تعب يا عبينا، تعال خلي أحكي لهم عليه. تعال انت عبي، خلاص عبي. مخدر كوري، إيش قد جبنا مخدرات واشتغلنا بيهن؟ كلهن جربتهن على دي عالشفه يتجربين، ما يطنكن نتيجة. يعني 1% تجي تقول اريد مخدر كوري، قلها يشتغل تقول يشتغل، و99 يقولن والله ما يشتغل. لتريد تسوي شيره، لتريد تسوي تاتو، لتريد بعد ما اعرف عدها بعد غير شغل بي، بس كله ما يشتغل في الارماش شفايف، كله ما يشتغل. امانه الله ورسوله كل اللي جبته ما انطي بيه ضمان. هذا مخدر كوري من امه وابوه، من امه وابوه كوريا جربته هنا بالقران يبس لياها. يعني ما احس بيها هيك تجربه، خليت هيك قطره، خليت تجربه ما احس بيها. ورب شيء فظيع، اخذوه منين ما تردون، مو الا من عندي، مو اعلان، لا تشترون من عندي. هاي العلبه كلها سعرها ب40,000، ليه جاي تعبي بي؟ وشنو يعني ال40,000؟ وشنو قحط ال40,000؟ اذا انت او اذا انت عندك 40,000 فكو عالم ما عندها، عالم تشتري هذا 100 مل، 100 مل يكافي عليها هوايه، 100 مل ب 10,000. هذا عبيناه وراح نلفه حتى ما يضرب الضوء، حتى ما يتأكسد. حولناه، ليش ما ترسته؟ حولناه من البلاستيك لبلاستيك. بعد ترسي. حولناه من البلاستيك، اكو الله يشوف انا ما ترسي قدام الكاميرا. حولناه من البلاستيك لبلاستيك، ما عليه شيء وما يتأكسد، ولا ضرب هواء ولا ضرب ضوء. هذا ينضم، تاخذينه عدش تستعمليه، ضميه مكان شويه ظلمه. مخدر براسه 70 حال، اخذي من عده والله وانت مهمنه. شريد اقول بعد، خذوني ما تردون. طبعا عنواني بغداد الحريه الثانيه قرب البريد او قرب العياده الشعبيه، اسم المحل كوزمتيك دانيال. هذا شغل، هذا مو استفز بيه واحد واعبي، انا قاعد اشتغل على باب الله. فاللي ما يعجبه المنشور من يطلع قباله وانا اعبي، خليه يطلع من الصفحه لو يسوي حظر بعد ما تطلع قباله. واللي ما تعجبه الشفقه خليه يطلع من الصفحه، واللي ما يعجبه صوت وحركاتي خليه يطلع من الصفحه. والمحترمين شكو طردت العالم كله. ما تشوفين التعليقات، ما تشوفينهم، ما يخالف عادي عادي. اكو ميزه بتيك توك تدرين شنو هي؟ تصفية التعليقات اللي سلبية، مش يسميها، ما ادري هو شو يسميها، هذا المسيئة. المتابع ما يشوف، هاني اشوفها. تحياتي، مع السلامة.